فقرتنا هلا نور كثير بتهمنا كثير كل الصباح كنا عم نحكي تحت الهواء قديش مهمة. اكيد يعني نور، خلينا نحكي بشكل كثير بسيط. لما بتكوني معصبة اول شغلة بتعمليها شو؟ بفتح البراد، بتفتحي البراد. انا مثلك، والاكلة اللي ما بتحبيها بتاكليها بتاكليها، بصير كل شيء طيب. هلا العلاقة بين الحميات الغذائية والحالة النفسية هي يمكن في اختلاف بوجهات النظر عند كثير من الاشخاص وبالتجارب حتى. ليش اوقات بنمر بفترة نفسية صعبة يمكن بتؤدي لفشل اي حمية غذائية بنحاول نعملها؟ كل هاي الاسئلة حتجاوبنا عنها اخصائية التغذية وردة جبور. يسعد صباحك وردة. صباح الخير، يسعد صباحكم. وصباحك يا يسعد صباحك. نقطة جوهرية دائما بنقول الحالة النفسية فعليا قد ايه لها علاقة بالحمية الغذائية والنظام الغذائي. يعني بكل الاحوال بتلاقي بس يكون في عندك ستريس او معصبة او حتى فرحانة ومبسوطة ما في عندك حل وسط، لازم تقعدي تاكلي. تمام. هلا هو لانه دائما نحن رابطين فكره الحلو والفاست فود والاكل المقلي والدسم، نحن دائما رابطينه بالسعاده، وهو فعليا لانه نحن حتى الشوكولا، ليش دائما بنلجأ للشوكولا؟ لانه هي دائما بترفع لنا هرمون السعاده. تمام. فنحن دائما بس نصير بمر بحاله نفسيه معينه بنفكر ملجأنا هو نحن اذا اكلنا حلو رح ننبسط، بس نحن اللي ما بنعرفه انه هو مثلا نفترض اذا اكلنا معلقه شوكولا هي رح ترفع لنا هرمون السعاده او رح ترفع لنا السكر الدم بشكل كثير سريع، بس رح يرجع ينزل بشكل سريع، وهذا الشيء رح يرجع يخلينا بعد ساعه نرجع نجوع ونرجع ناكل، فهي مثل فينا نعتبرها مثل حلقه مغلقه. تمام. طيب اليوم لما بنحكي نحن عن حالة الثبات بالوزن، حالة الأشخاص اللي عم يحاولوا يعملوا حميات غذائية مختلفة، بنشوف دائما إنه في علاقة فعلا بين زيادة الوزن والضغط النفسي السيء يلي عم نعمله. هذا الشيء بس سببه الأغذية اللي كنا عم نحكي عنها هلا ولجوءنا أو هروبنا لهي الأغذية من فاست فود وشوكولا وغيرها، في هي العلاقة وفي شيء اسمه هرمونات بالجسم ممكن هي تتدخل بحالة الحزن بحالة الفرح طبعا. بكل الحالات. تمام. هلا خلينا اول شيء نحكي على نحن كيف بنهيئ وضعنا او نفسيتنا لنبلش دايت. اول شيء نحن لازم نختار الدايت الصح، يعني ما نبلش بدايت قاسي تمر ولبن مثلا، نبلش بدايت نحرم فيه كثير من السكر، لانه هذا الشيء اكيد رح يسبب لنا فشل وما رح ينجح. ثاني شيء المحيط كمان والعالم اللي حوالينا من رفقات من اهل، هذا الشيء كمان بيأثر، لانه نحن بس نلتزم مثلا بحميه وكان ما في تشجيع او كان في تنمر انه كل ما اكلنا شغله نحن عم يصير في تعليق علينا، هذا كمان بيأثر. الحاله النفسيه اللي بنبلش فيها الدايت، يعني اذا انا مثلا هلا مضغوطه من شكلي ماني مرتاحه مع شكل جسمي وبلشت دايت، هذا الشيء كمان بيأثر، لانه انا بلشت بنفسيه ماني مرتاحه وما حطيت هدف انه انا مثلا انا عم بطلع شكل حالي وبلشت الدايت، مو على اساس انه انا عم حط هدف انه انا انحف كيلو مثلا بالاسبوع. وقد ايه انا قادره على اني التزم بالدايت، هدول كلهم عوامل كلها بتساعد قد ايه انا قدرانه التزم بالدايت. هلا بالنسبه للهرمونات، اكيد هو بالتوتر بيرتفع الغده الكظريه بتفرز هرمونين، الكورتيزول والادرينالين. هلا هدول الهرمونين هن بينفرزوا بالتوتر، بس رح احاول بسط الفكره لاقدر اشرح لكم اياها. يعني مثلا انه هن بينفرزوا خلال فتره خوف او توتر او ضغط نفسي. لنفترض انه انا كان مثلا كنت ماشيه ولنفترض لحقني كلب، فانا بمشي مسافه طويله او بركض مسافه، فانا هدول الهرمونين ينفرزوا. تماما ممكن. فانا هدول الهرمونين فرزوا، بس انا حرقت سعرات نتيجه هي الركض لمسافه طويله، بس هدول مو نتيجه انفراز هدول الهرمونين، بس الجسم وقتها بيرتفعوا بنتيجه التوتر ما بيقدر يميز الجسم انه انا ما عملت نشاط لحتى حرقت سعرات. فانا بهي الحاله انا عم جوع نتيجه عدم حرق سعرات نتيجه بس ارتفاع هدول الهرمونين، عشان هيك بنصير ناكل اكثر واكثر. بس الهرمونات بتلعب دور اذا فينا نقول، لانه يعني بتلاقي دائما عند السيده بتقول لك انا في عندي مشكله هرمونات، كمان بتلعب دور بالنظام او الحميه الغذائيه او علاقتي مع الغذاء؟ هلا اكيد مثلا خلال نفترض الدوره الشهريه، فنحن اكيد هي الحاله بتزيد، لانه الهرمونات اللي عند الانثى بتختلف
خلال هاي الفتره. فاكيد كل شيء هرمونات بالجسم او حتى نحن وقت بناخذ ادويه هرمونيه لتنظم الدوره غالبا هي دائما بتساعد على زياده الوزن سواء من الاحتباس سواء من زياده الشهيه. فهي الهرمونات هي اللي بتنظم حتى ضبط الشهيه فيني لكم. وحتى ادويه الاكتئاب خلينا نحكي هيك نطرق عليه بما انه عم نحكي على الضغوط النفسيه. في كثير ادويه اكتئاب هي فيكي تقولي بتقفل الزر المسؤول عن الاحساس بالشبع. فهو بيختلف طبعا من تركيب دواء لتركيب دواء، بس هو بالنهايه اكيد كل الهرمونات بالجسم هي لها تاثير على الاكل، يعني هي كثير علاقه مرتبطه ببعض. وكمان نحن قديش فيني اقول لكم قديش نحن متكيفين مع فكره، قديش متصالحين مع فكره الاكل. يعني في كثير اوقات انا بقول لهم انه نحن ما في مشكله انه نحن نغش، بس نعرف شو نغش ونعرف كيف نغش. يعني انا مثلا لنفترض اجى على بالي شوكولا، انا وعامله نظام غذائي، فيني انا اكل شوكولا قطعه صغيره، فيني اكل لوح شوكولا. فهي الفكره قد ايه انا قدرانه اضبط حالي واتصالح مع فكره الاكل. وخليني اقول لكم شيء بيشبه التغذيه الحدسيه، اللي هي بتعتبر انه انا مثلا اذا هي التغذيه الحدسيه هي عباره عن نظام كامل، يعني حسب الحدس او حسب شعوري تجاه الاكل. انه مثلا انا هلا جعبالي لنفترض شوكولا، انا فيني اكل شوكولا بس بكميه معتدله. انا جعبالي مثلا هلا شيء مالح، فيني اكل بس بشيء معتدل. بس طبعا مو اساس النظام بيكون كله بيعتمد على الشغلات اللي ما أنا مفيده، بالنهايه بيشتغل على قديش جسمي بيرجع له يعني بس اكل شوكولا قد ايه بيرجع لي هي هذا الشيء مردود لجسمي قد ايه قادر هو يفيدني. طيب السؤال دائما يلي بيخطر على بال اغلب الاشخاص انه انا لما بكون بحاله نفسيه يمكن ما انا منيحه، وبعرف انه مثلا اذا اكلت هي الشغله او قعدت طلعت مع رفقاتي بي على هذا المطعم الفلاني هو راح يسبب لي نوع من السعاده، فانا بدي اعمله لاخلص من حاله التوتر النفسي. كيف فيني اضبط حاله الوزن والشهيه المفرطه للطعام؟ تمام. هلا اول شغله واهم شغله انه نحن نحاول ما نأنب نفسنا بشكل دائم. يعني اذا هي كانت فتره مؤقته انا ماريه بضغط نفسي يومين ثلاثه ما في مشكله اذا مريت بهذا الشيء، وبالعكس حاولت اطلع من هي المشكله، حاولت ساعد حالي حتى لو بمشوار صغير ما في مشكله. هي الفكره ما بعد هي الفتره، يعني اذا هي طولت الفتره المشكله النفسيه اكثر من اسبوع هون صرنا بمشكله حقيقيه. اما اذا فتره معينه وصغيره نحن قادرين نتجاوزها، خاصه نحن اذا كنا عم نساعد حالنا بالرياضه. يعني مثلا لنفترض انا حاجتي لنفترض 2000 سعره وانا بالدايت كنت عامله 1500 او خلينا نقول 1800 لانه 1500 صاروا سعرات كثير قليله. 1800 وانا عم بحرق 150 سعره بالرياضه، فهذا الشيء كثير بيساعدني. اما وقت انا مثلا باكل بال 150 قطعه شوكولا وانا حرقتها بالرياضه ضل عندي 300 200، هن قدر خلصت منهم بالدايت. فهي الفكره قد ايه انا عم كمان عم زيد سعرات. وهذا اللي بدي اسالك عليه، انا كيف فيني العب على مثلا معايير الاكل او الاكل والاطعمه اللي فيني اهرب الى، يعني ان كان حالتي النفسيه او الضغط النفسي او الحياه العمليه الاجتماعيه اليوميه، انه انا ممكن افتح البراد واكل، فيني العب على بعض التفاصيل منها مثلا غير الكميات، لانه حتى الكميات القليله بيقول لك انه كلي كل شيء بس كميه قليله، بس ما فيها حاله شبع. كيف فيني انا العب على الاغذيه لو كانت الكميه كبيره بنفس الوقت بس ما فيني اكسب سعرات حراريه كبيره؟ تمام. هلا اول شيء خلينا نحكي اغلب العالم بيروحوا على الكارب او على النشويات خلينا نقول ببساطه. فنحن نحاول ناكل مثلا بدل الرز برغل، مثلا نحاول نلاقي بدل حرارية. نعم بيشبع حتى فترات اطول، يعني الالياف فيه اعلى. فنحن بدل ما نصب صحن رز وبعد ساعة ونص نجوع، صحن البرغل بكفيني ساعتين لثلاثة، يعني فهي فترة كمان الشبع أطول. تمام. ويعني يعني بتحسي معدتك امتلت من كمية أقل كمان. الخبز الأسمر بدل الخبز الأبيض، الفواكه، الخضرة، البقول، هدول، والبروتين. البروتين هو كمان ما ننسى نحكي عنه أنه هو قديه بيشبع لفترات أطول. هلأ بالنهاية أنا ما فيني أقول لشخص بحاله نفسيه سيئه قل له مثلا ما تاكل شوكولا كل
حبه فواكه، هو ما بعرف انا قد ايه قدران يسيطر على هذا الوضع، بس نحن عم نحكي مثال اذا هي الفتره طولت اكثر فنحن نحاول نضبط، يعني وقت بنكسر شوي بهذا النهار ما في مشكله بس نحاول نعدلها. يعني انا دائما بقول انه نحاول يكون اسبوعنا الاسبوع الكامل هو معتدل، يعني اذا خبصنا انا مثلا نهار الاحد نحاول الاثنين يكون خفيف السعرات اخف، نحاول نمشي اكثر، نعمل رياضه لحتى نحاول الاسبوع تبعنا يكون متوازن. هلا وردة ما بعرف اذا بتوافقيني شوي الراي، لما نحن بنعمل أنظمة غذائية هي كتير صعبة وكتير قاسية حتى بالنسبة لهدول الأشخاص اللي عندهم بالأصل وزن زائد، يعني طول حياتهم بنظامهم الحياتي هن وزنهم زائد، فبيبلشوا دغري بحميات يمكن تعتمد إما على البروتين بس، حمية اللبن والتمر بس، التفاح والحليب كمان يلي سمعنا فيها كتير. هي الحميات قد يمكن تعمل ارتكاز عند الشخص، وبالعكس بتكون نتائجه كتير سلبية، بدل ما يخفض وزنه يمكن بيرجع للأكل بطريقة كتير شريهة. تمام، هاي الفكرة اللي كنت عم بحكي فيها انه نحن نحط اهداف منطقية، يعني انه انا بس بلش دايت اعرف اختار الدايت الصح، بنفس الوقت حط هدف منطقي، يعني ما اقول انه انا بدي انحف شو ما كان دايت بس مهم انحف بالاسبوع 10 كيلو، لا انا ما بيهمني انحف 10 كيلو مقابل اني اخسر عضل بدل ما اخسر دهون، خاصة انه كيلو الدهون خسارته مو نفس حجم كيلو العضل. صحيح. يعني انا مثلا بس اعمل دايت حميه قاسيه مثل هدول انواع الدايت اذا خسرت 10 كيلو ما ببين علي قد ما ببين على النظام اللي بعمله وبخسر فيه دهون، بالعكس الدهون ببين شكل، يعني فيني اقول القياسات بتصغر اكثر من وقت بعمل دايت فيه بيعتمد على خساره كتله عضليه او دايت هو قاسي ما بيعتمد على كل المصادر الغذائيه. فنحن قديم نقدر يعني نبلش صح قد ما طلعنا بنتيجة أحسن. أكيد أكيد، كل الشكر لك وردة ولكل المعلومات اللي عطيتينا. نتشكرك أكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك.